انا ما كنتش هعمل حاجه وحشه في الست هبه، والله العظيم يا سعاده البيت انا اغلى من الغلب. طب والجوابات اللي بعتها ولفك حوالين الفيلا ومراقبتك ليها، كل ده كان ليه؟ انا كان عندي سؤال ونفسي الست هبه تجاوبني عليه بنفسها. انا طول عمري عايش جنب الحيطه سعاده البيت، عمري ما اذيت حد، كافي خيري شري، عايش انا ومراتي وعيالي جوه البيت. في ثانيه قلبت حياتي، اترفدت من الشغل ودخلت السجن، خرجت من السجن ما لقيتش مراتي وعيالي، مراتي طفشت، دورت عليها في كل حته مش لاقيها، حتى اهلها ما يعرفوش هي فين. ليه؟ ليه؟ ده السؤال اللي كنت عايز اساله للست هبه، انا عملت فيها ايه؟ وليه عملت فيها كده؟ ليه؟ معقولة يا سعد بيه؟ سعادتك بعد الخطط اللي عملتها له والكمائن تسيبه كده بمنتهى البساطة؟ لا وتديله فلوس كمان وتوعده بالتعيين في المجموعة؟ أنت عملت اللي عليك يا عاصم، وأنا بشكرك على كفاءتك. الراجل ده غلبان بجد، الظروف هي اللي ظلمته على إيد هبة من غير ما تقصد. كويس إنه لسه بعقله لغاية دلوقتي بعد كل اللي حصل. إحنا كلنا في نعمة كبيرة يا عاصم، بس مش حاسين بيها. نعمة إيه سعادتك؟ الستر. يا حبيبي احلى مفاجأة في الدنيا، نشوى جابته لنا يقضي معانا النهار وهتفوت تاخده بيه. ربنا يهديك. ها انت وحشتني يا حبيبي قوي، وانت كمان وحشتك قد ايه؟ قد البحر. انت فيروز بقى. حسام فين؟ مفيش، اتهلك في اللعب مع عديده طول اليوم فطلع نام. طيب انا بقى عايز اخش انا وانت المكتب نتكلم كلام مهم، موافق؟ موافق. يلا بينا. استنى بس اطمني عليك الاول يا انا بقيت كويس. يلا نخش نتكلم كلام كبير قوي عجبك دي؟ يلا محدش يخش علينا. حاضر. كلام كبير يا سلام، دول خلاص ما دام اتلموا على بعض انسي. هتقولي لي يلا عايزه مني حاجه؟ اقعدي شويه، انت على طول مستعجله. اعمل ايه بس يا مامي؟ عرق الدلي اللي جوايا مش مخليني عارفه استريح ابدا، كل ما اجي اقعد يقول لي الشغل الشغل الشغل. اعمل ايه؟ دالي خلي بالك من نفسك يا دالي. حاضر يا حبيبتي. باي يا بوب. باي يا حبيبتي. بصي لي حسام لما يصحى. حاضر. تعال. اوبا. شوف حضرتك يا دالي بي. مش باين من ورا المكتب، عايزك تملى مركزك. ينفع كده يا جدو؟ مش كفاية. طيب ينفع كده؟ ربنا يحفظك. اقعد يا حبيبي. انت ما تعرفش الكرسي اللي انت قاعد عليه ده عمل ايه في عيلة الدالي؟ في ناس اخلصت، وللأسف ناس خانت، وناس رمت ورا ظهرها، وناس ضحت بكل حاجة في الدنيا عشان يبقى العيلة الدالي مكانة في السوق محدش يقدر يهزها. وراح حسام جه قال لي ماما مش هاكل ملوخية تاني. بقول لك ايه، ما تيجي نقوم نشوفهم بيعملوا ايه جوه. لا يا حبيبتي، انت تخشي تخترق الاجتماع السري وانا اطلع اطمن على حسام. ايه ده ايه ده ايه ده؟ بسم الله ما شاء الله. احنا مش قلنا ما حدش يخش علينا؟ شوف ما فيش فايده، تيتو ما بتصيرش تعمل حاجه بتكسر اي قوانين. ربنا يكفيك شر الستات. طبعا مش فاهم حاجه. لا طبعا فاهم. ربنا يحميه. بس ليه قعدت على الكرسي من دلوقتي؟ بدري عليه على الهم ده. الهم ده نصيب انا من الدنيا. يعني خلاص بقت في امان. الحمد لله. ربنا يريح بالك يا سعد. راحت البال بقت حلم مستحيل يا ألفت. مالك يا حبيبي؟ حاسس بوجع في روحي. مطير النوم من عينيا. ولو قدرت انام بيحول أحلام الكوابيس. بعد الشر عليك يا حبيبي، ريح نفسك شوية سعد عشان خاطري. ده مكتوب على الجبين يا ألفت، ماليش يد فيه،
مكتوب عليا تعذب بأحلامي ونارها تحرق اللي حواليا. واحنا نستحمل يا سيدي. وبعدين ايه الجديد؟ طول عمرنا انا وانت بنشيل الحمول مع بعض. المره دي الحمل تقيل، صعبان عليا تشيليه. يبقى في حاجه تعباك وعايز تقولها لي. ألفت، انا ما عرفتش غيرك وما حبيتش غيرك، وانا لو وسط مليون واحده ما بشوفش غيرك. ايه الكلام الحلو ده؟ غزل بقى؟ لا دي الحقيقة. أنا عارفة إنك بتحبني يا سعد، عشان كده هعتبر الكلام الحلو ده أكسجين كده يصحصح الحب وينعنشه. وماشي يا سيدي، ما عنديش مانع لما تبقى فاضي وعندك يومين رايقين خطفني على اسكندرية، بس لوحدنا نرجع فيهم أيامنا الحلوة اللي فاتت. بتصعبيها وبتخليها مستحيلة عليا ليه يا ألفت؟ احنا من زمان قوي ما قعدناش بهدوء كده مع بعض، فاتفضلي يا نور عيني، ايه اللي شاغلك كده؟ نتكلم بعدين، يعني الموضوع مش مستعجل. بس مهم، وإلا ما كنتش عملت بكل المقدمات دي ودلوقتي حاولت تهرب من الكلام فيه. ألفت، أنا مش قادر ألف وأدور عليكي أكتر من كده بصراحة. أنا نويت أتجوز. أدهم حبيبي، وأنت خارج دلوقتي رايح فين؟ ولا حاجة يا رضوى، أنا حسيت إني مخنوق شوية فقلت أخرج أشم شوية هوا. مالك بس؟ أنت مش عايز تحكي لي ليه في إيه يا أدهم؟ أنت بقالك فترة الهم باين عليك، ما تحكي لي يا حبيبي في ايه؟ فضفض معايا يمكن تستريح. ما هو ما فيش حاجه معينه، يعني الطبيعي الشغل ووجع الدماغ بتاع الشغل، ما انت عارفه. انت لسه برضه ما عرفتش ورده فلوس الاوردر اللي كنت محتاجها؟ لا خالص، بالعكس الحمد لله ربنا كرم بكام عميل وخدت منهم مقدمات والموضوع ماشي الحمد لله. حبيبتي ما تشغليش بالك انت بالحاجات دي، الشغل انت عارفه ما بيخلص. انا هخرج بس عشان شويه هوا وارجع على طول. طب تحب اغير هدومي واجي معاك؟ لا خليكي عشان لو وفاء صحيت ولا حاجه، انا مش هتاخر. خايف عليا من البرد ولا جاي تكمل عليا؟ ألفت حاولي تفهميني. لغاية امتى هتبقى طالب من كل اللي حواليك ان هم يفهموك وانت ما تفهمش حد، وبتدوس على كل الناس عشان احلامك؟ يرضيكي بعد كل التعب اللي تعبناه السنين الطويلة دي كلها عشان نوصل اللي احنا فيه نسيبه يضيع؟ لا احنا اللي نضيع يا سعد. ألفت انا مش هتجوز بكرة ولا بعده، انا حتى مش عارف هتجوز مين. عايز ايه؟ انا اللي ادور لك على عروسه؟ ألفت الموضوع اكبر من انك تتريقي عليه. فعلا الموضوع اكبر بكتير، بس انتهى خلاص، وكلمه الطلاق مش جديده عليك، انت قلتها لي قبل كده. ألفت سيب ايدي. ألفت اللي انا طالبه منك حاجه واحده، مش عاوز حد يحس بأي حاجة هتحصل. ليه؟ هتتجوز تخلف السر؟ ألفت انت اتوجعت لفراق حسام أكتر مني، وخاب أملك في باسم زيي. حتى نشوى اللي حطيناها في عينينا وعملناها زي رضوى وهبة عرفت نقطة ضعفنا فين، وفضلت تضغط عليها لحد ما كانت هتطلع روحنا. ايه؟ عايزانا نعيش تحت رحمة نشوى كل العمر؟ لا اتجوز يا سعد، بس انت ضامن اللي تتجوزها دي تخلف؟ وانت ضامن انها لو خلفت تجيب لك ولد مش بنت ثالثه؟ كل اللي بتقوليه ده دار في دماغي. ساعه الخلفه بقى اراده ربنا هي اللي هتكون. روح اتجوز يا سعد، اتجوز وخلف 10 عيال يحققوا لك احلامك، بس انت ضامن ان انت ما تموتش قبل ما تخلف، واللي تخلفه ده برضه ما يموتش. اتجوز، حقك بشرع ربنا، بس برضه حقي اللي اداهولي ربنا اني اطلب الطلاق للضرر.
وهتطلع. زمان كنت بدوس على مشاعري وكتير على حقوقي عشان كنت بحبك وعايزه احافظ على بيتي واحافظ عليك، ودلوقتي انتك بتديني مكافاه نهايه الخدمه يا سعد. مش هطلعك يا ولفت. انت ايه؟ انت ايه؟ عايز تاخد كل حاجه؟ ربنا ما بيديش كل حاجه يا سعد، ما بيديش كل حاجه. وحط نفسك مكاني، حط نفسك مكاني عشان تعرف قد ايه انت ظالم ومعندكش رحمه ولا شفقه. حتى لو جيت دلوقتي وقلت لي انك غيرت رايك ومش عايز تتجوز، انا اللي دلوقتي مش عايزاك عشان جرحتني. عمري ما هسامحك، عمري ما هسامحك. أنا هبة يا ماما. عايزة حاجة يا هبة؟ عايزة أطمن على حضرتك، هو في حاجة؟ مفيش يا هبة، روح أنتي نامي. طيب يا ماما، تصبحي على خير. أنتي من أهل. صحتك؟ لا انا لسه جاي على طول. اتفضل. يا سعد مالك؟ انا صرحت ألفت بكل حاجه. ايه؟ ايه بس اللي كان جابلك انك تفتحها بالسرعه دي؟ حسيت اني مخنوق ومش قادر استحمل. هي عامله ايه؟ ربنا يلطف بيها. انا ما كنتش اقدر اعمل ده من وراها ولا اخبي عنها اكتر من كده. كانش هيفرق سواء عرفت دلوقتي او عرفت بعدين. انا جاي اتكلم معاك عشان مخي واقف مش عارف افكر. وهي فين؟ سبتها في البيت. أنا حاولت أفهمها وجهة نظري على قد ما أقدر، لكن حسيت إنها ما سمعتش مني ولا كلمة. حرام عليك يا سعد، ما كانش لازم تسيبها وتيجي. قلت النهاردة بسببك هتقضي أسوأ ليلة في عمرها. تفتكر أنا محتاجك عشان تنبهني لكده؟ أنا ما سبتهاش غير لما دخلت أوضتها وقفلت على نفسيها عشان ما أكملش كلام معايا. وهتعمل إيه دلوقتي؟ مش عارف يعني. بفكر ارجع لها ألفت، ملهاش حد غيري. لسه عندك كلام ممكن تقوله لها؟ حتى لو ما اتكلمتش على الاقل ابقى جنبها قريب منها، يمكن ده يخفف من احساسها بالجرح اللي انا سبب فيه.
انت عايزه تسيب البيت والفت؟ بس للاسف ما لقيتش مكان عندي تاني ممكن اروحه وانا في السن ده. ما حدش طلب منك تسيبيه، واذا كان المفروض حد يسيبه يبقى انا. عندك حق، على الاقل عشان تبقى على راحتك مع عروستك الجديده. لا اله الا الله، احلف لك باني ما فكرتش في حد معين، دي مجرد فكره حل لانقاذ تعب السنين بس مش اكتر. يعني هتعمل ايه؟ هتأجر واحده بالفلوس تقول انك عايز تخلف منها؟ صدقيني مش عارف. تخيل انك مش هتخاف على مشاعرها، ممكن تقول لها كده فعلا، بس كنت ما خفتش على مشاعر انا بعد العمر ده كله. بس انت عندك حق، انا مش هسيب بيتي وبنتي اللي محتاجاني، وانت فضل روح اعمل اللي انت عايزه وعيش حياتك، جوز وخلف، ما تشغلش بالك بينا. بس انا كمان من حقي اني ما افضلش على ذمتك، تالي هيبقى عيب قوي بعد العمر ده كله ان احنا نقف قصاد بعض في المحاكم عشان اتطلق منك. معلش قلقتك تاني، انا جايلك دلوقتي يعني هقعد عندك كام يوم لحد الامور ما تهدى. على مهلك، خلوا بالكم. خلي بالك اوعوا حاجة تقع. خد بالك. ألف مبروك يا دكتورة، ربنا يجعلها فتحة خير علينا إن شاء الله. ربنا يخليك يا دكتور ماهر. يعني إيه؟ يعني عيب اللي بتعمليه ده. انت مش غريبة عني، وفي نفس الوقت انا ما عملتش حاجة اكتر من رد الجميل لراجل ادى عمره كله للمجموعة دي، وفي نفس الوقت كان نعمة الاخ والصديق. ايوه بس حضرتك قبل كده اديتنا مكافأة بابا الله يرحمه بعد الوفاة على طول. حق محمد عندي لاخر يوم في عمري الله يرحمه، وما زال عرض لك قائم، إذا حبيتي تنضمي للمجموعة في أي وقت أهلا وسهلا بيك. مرسي، بس أنا في الحقيقة بفكر أفتح المكتب بتاع بابا، مش حابة أنه يتقفل بعد ما توفى الله يرحمه. زي ما تحبي، وإذا لقيتي عندك جهد للمكتب والمجموعة تحت أمرك في أي وقت.
بترجع بلي فنجان قهوه تاني. حاضر بين عينيا الاثنين. خليها عصير ما تبرد. حاضر. واعمل لنا اثنين. حاضر فن. يا ساتر. الله. هو انتحار. ده سابع تمن فنجان قهوه تشربه من اول الليل لغايه دلوقتي غير السجاير طبعا. عايز رايي؟ انت تشرب العصير وتطلع تنام على طول. ما تنساش ان بكره عندنا اجتماع مهم جدا مع رؤساء الشركات والمصانع. لازم تبقى فايق كده لان مستقبل المجموعه كلها مرهون بالاجتماع ده. يعني عشان نشوف هنعمل ايه الفتره اللي جايه. معاك حق. مفيش اخبار جديده. حتى التليفونات ما بتردش عليها. لما بلاقي هبه او عم ابراهيم هم اللي بيردوا يعني بعمل حساب انهم ما ياخدوش بالهم ويحسوا بحاجه. ربنا يهدي الحال. ودي حاجه تستنى رجوعي من السفر. هلا ما كنتوا خلصتوا كل حاجه؟ هو انتوا يعني تقدروا تلعبوا بدلكم في حاجه كده ولا كده من ورايا ولا ايه؟ لا لا يا فندم، الشر بره بعيد واحنا معقول نقدر نتصرف من ورا حضرتك يا فندم. احنا بس عايزين نعرض الصوره كامله قدام سعادتك وبعدين حضرتك تتصرف. وده غير ان سعد الدالي نفسه كان باين عليه قوي انه مش عايز يمضي غير لما يعرف ان احنا هنأمنه من ناحيتك ازاي. ايه ده؟ انتوا عكيتوا الدنيا وقلتوا ان احنا شركة ولا ايه؟ لا 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 لا، هو احنا اللي مؤاخذة تلامسة ولا ايه يا باشا؟ هي قصد لبنى هاني مراتي ان سعد الدالي خايف لو عرفت انه باع لحد غيرك. كان خايف ها؟ هو كان خايفه بس، ده كانت عينيه زايغة ومش شايف قدامه ومش مركز، مش كده يا لبنى؟ ايوه، بس انا طمنته وقلت له ان لو مضى معايا انا اللي هامنه من ناحيتك كويس قوي. يمضي هو بس وانا هلعب باعصابه الفتره اللي جايه وافرجكم عليه. الله الله عليك بشرفي استاذ ابن استاذ. بطل بكش يا ابو المحاسن، بكره تروحي له المجموعه وتخلصي معاه، خلونا نتسلى شويه. طلباتك اوامر يا ناصر بيه. صباح النور. معلش يا ألفة هانم، سعد بيه جوه في اجتماع، بس عموما هما بقالهم كتير، لو حضرتك تحبي تشربي اي حاجه انا تحت امر حضرتك قبل ما يخلص. لا متشكر. اجتماع ايه دوت اللي مخلي الناس سعد الدالي بنفسها مش قادره تدخله؟ يا ترى مع مين؟ والموضوع ده بخصوص ايه؟ معرفش. انا كلمت سعد بيه، ردت عليا السكرتيره قالت لي ان هو مش هينفع يرد عليا عشان في اجتماع مغلق مع كل رؤساء مجالس الاداره بتاعت شركاته ومصانعه جوه مصر وبره مصر. لا وانت ما كنتش في الاجتماع ده ليه؟ ما اعرفش، يمكن ما كانش عايزني. بس اكيد بعد ما هيخلص الاجتماع واحتاج الوكاله في حاجه هيبلغك. برضه ما اعرفش، بس يمكن. يا ولا ما اعرفش ويمكن، انت جاي لي طويل طويل عمال تهز نفسك عشان تقول لي ما اعرفش ويمكن، ما تقول لي حاجه تريحني يا اخي. طب وانت عايزني اقول لك اي كلام وخلاص؟ اللي عرفته قلته لك وبس. بقول لك ايه، اعرف لي ايه اللي تم في الاجتماع ده بالظبط علشان احبك. ها ايوه، بس على حد علمي يعني ان موضوع الفراخ المجمده ده بقاله فتره سمعته وحشه جدا وسط المستهلكين. قصدك يعني عشان ما تكلمش احنا الفاز ده اللي نزل السوق الفتره الاخيره؟ الموضوع بالنسبه لنا احنا مختلف. يعني اقدر اعتبر ان الشحنه اللي هتيجي دي هتيجي على مسؤوليه حضرتك الشخصيه ومن غير ما يكون لنا وجود في الصوره كالعاده؟ خلاص، ما دام حضرتك ضامن جهه الاستيراد يبقى نتكل على الله. طمني يا مدام رضوى، انا من مصلحتي نفضل شغالين ونكسب عشان في الاخر مصلحه واحده. سي يو. سلام. للاسف التحاليل بتقول ان رغم التحسن الطفيف للحاله بتقول ان نسبه الانجاب هتبقى عندك ضعيفه جدا، وفي الحاله ديت هنفضل مستمرين على كورس العلاج اللي نصحنا بيه اطباء انجلترا. ايه الفايده يا دكتور طالما التحسن طفيف زي ما سيادتك بتقول؟ الفايده في الامل يا باسم بيه، خلينا احنا متمسكين بالامل في ربنا سبحانه وتعالى. طبعا. شكرا يا دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه
اتفضلوا استريحوا لحد ما بلغ سعد بيه بوجودكم ووجود مدام ألفت. طب خلي بالك بقى عشان احنا بقالنا كتير ومستعجلين. حاضر يا فندم هبلغ. اتفضلوا استريحوا. ايه كده الصوره وضحت؟ يعني تقريبا. انا سجلت كل اللي اتقال في الاجتماع. ايوه ألفت هانم ولبنى هانم موجودين عندي يا فندم وعايزين يقابلوا سعادتك. طب انا هخرج لهم. ألفت بره عن اذنكم. اتفضل سعد بيه. معلش تاخرت عليكم. اتفضلوا استنوني جوه دقيقه واحصلكم على طول. خير يا ألفت؟ عايز اتكلم معاك. اديكي جيتي فجاه وشفتيني مشغول ازاي. ممكن نأجل كلامنا لما اخلص اللي ورايا؟ اديني ميعاد. مش معقول هنقف نتكلم في خصوصياتنا هنا. هكلمك بالليل ونتفق على ميعاد ممكن؟